كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتنا عالم العملات الرقمية؟ أهلا وسهلا فيكم مشتركينا الجدد. بتمنى تستفيدوا من عرض قناتي على التليجرام، ورابط قناتي بأسفل الفيديو. العرض هو لشهر 20 دولار، والشهرين ب30، والست شهور ب75. وبتمنى تنضموا لفريقنا على التليجرام. امبارح كان في صفقات وضربة جميع الاهداف، مبروك للشباب اللي دخلوا فيها واللي ربحوا فيها. صديقي، في اهم النصايح يلي ما حدا بيعرفها وما ممكن حدا يعطيك اياها، هذا سر من سر التداول. صديقي، انا لما بلشت بهذا المجال ما كان عندي خبرة بالتداول ابدا. طبيعي اروح ادور على حدا يكون في عنده خبرة بالتداول حتى يعلمني، وهذا الشيء موعب. هذا السوق كبير، ممكن انت تغرق فيه وتخسر انت كل شيء معك. صديقي، لازم تقسم رأس مالك لأكثر من عملة، ولازم يكون معك عملة ثابتة مثل USDT، مشان اذا نزل السوق اعزز العملات اللي معي مثل ما صار معنا هلا. صديقي، التعلم لا يعد عيب، العيب لا نتعلم. وفي موضوع كتير مهم، اليوم انت جايب لي مبلغ بضحك، بدك تعمل فيه مزرعة، بدك تجيب فيه سيارة، وبساعة وبيوم وليلة؟ يا زلمة، القصة مو هيك، وكل شي بده وقت وصبر، ولازم انت تصبر على عملاتك قبل ما انت تبيع، وما تبيع بخسارة. كمان ما حدا يجي يقول لي نحن خسرنا في هاي الصفقة. يا اخي، انا ما وعدتك انه انت ما رح تخسر ابدا. افترض انك انت صديقي فتحت مشروع شو ما كان يكون، احتمال الخسارة وارد بقاموسك. ما في شي ولا بالدنيا شي اسمه ربح مطلق، وما فيه خسارة ابدا. لكن انا بوعدك صديقي، صفقاتنا الرابحة تكون اكبر من الخاسرة وبكتير. ودائما في وصايا لازم نمشي عليها، 1+1 يعني يساوي 2، يعني محسوبة وما في كلام تاني. واللي بيقول لي انا خسرت الصفقة، انا راح اعطيه حل نهائي. حط مصاريك بالبنك وخذ عليهم فائدة، ولا تدخل بتجارة، هيك انت دائما بتضمن ربح مطلق. بس لا تنسى انه هذا اسمه فائدة، هي ما هي تجارة. التجارة انت لازم تقبل المبدئين، الربح والخسارة. صديقي، انا وقعت بمطبات كتيرة لحتى وصلت لهوني. يعني ما في شي بيجي بهالسهل، يعني لازم تتعب وتتعلم. وبتمنى تنضموا الى فريقنا على التليجرام، وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو، وتستفيدوا من عرض اليوم من مناسبة عيد الاضحى المبارك. واهلا وسهلا فيكم ومشتركين الجدد، لا تنسى تفعل زر الجرس ودعمني الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.